أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في النشرة الرياضية لبوابة أخبار اليوم، واللي من خلالها هنقوم بجولة رياضية داخل الملاعب والأندية والاتحادات الرياضية المختلفة لرصد أهم وآخر الأخبار الرياضية. تابعونا في نشرة أخبار اليوم الرياضية. ميسي يطمئن على ميسي في الزمالك. التقى أحمد الأحمر نجم فريق كرة اليد بأيمن حفني صانع ألعاب الفريق الكروي بالزمالك بعد انتهاء المران للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وحرص الأحمر الشهير بميسي كرة اليد على الاطمئنان على إصابة حفني الشهير بميسي كرة القدم، والذي تم استبعاده عن مباراة حرس الحدود، وتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة. النني ضمن التشكيل المثالي للمحترفين الأفارقة هذا الأسبوع. اختار موقع ستار أفريكا المعني بالكرة الأفريقية النجم الدولي المصري محمد النني المحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي ضمن التشكيل المثالي للمحترفين الأفارقة في أوروبا لهذا الأسبوع، وذلك في ظل المستوى المتميز الذي يقدمه في صفوف المدفعجية ونجاحه في حجز مكان في التشكيل الأساسي للفريق منذ قدومه في الانتقالات الشتوية من بازل السويسري. صلاح يقود روما للفوز على نابولي بهدف نظيف. فاز فريق روما بقيادة المصري محمد صلاح في ديربي الشمس على نابولي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 35 من الدوري الإيطالي، وبهذه النتيجة قلص روما الفارق بينه وبين نابولي إلى نقطتين فقط، حيث رفع رصيده إلى النقطة 71 قبل 3 جولات من نهاية المسابقة، ويتوج يوفنتوس رسميا الدوري الإيطالي، حيث أن فارق النقاط بينه وبين نابولي الثاني لا يمكن تعويضه. الأهالي ينقذون كهربا نجم الزمالك من الاغتيال. أكدت مصادر مقربة من اللاعب محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول بالزمالك تعرض اللاعب لمحاولة الاعتداء والقتل، إلا أن أهالي منطقة مصر القديمة تدخلوا لإنقاذه. بدأت القصة بزيارة كهربا لمنزله القديم، فعلم أهالي رجل مسن تم قتله بالخطأ على أيدي شقيقه لاعب الإسماعيلي السابق فتحي عبد المنعم جودة. فحاولوا الاعتداء عليه وقتله انتقاما من أخيه الذي يقضي عقوبته في السجن، ولكن أهالي منطقة مصر القديمة أنقذوا لاعب الزمالك. زيزو يكشف حقيقة الصفقات التبادلية بين الأهلي والمقصة. نفى عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي ما تردد عن وجود صفقة تبادلية بين الأهلي ونادي مصر المقصة تقضي بعودة أحمد الشيخ لاعب الفريق إلى المقصة مرة أخرى مقابل تعاقد مع عمرو بركات، وأضاف زيزو أن هذا الأمر مجرد اجتهادات ولا أساس لها من الصحة، وأنه لم تجرى بينه وبين مسؤولي نادي المقصة أي اتصالات سواء بشأن عمرو بركات أو غيره من اللاعبين. وأوضح مدير قطاع الكرة أن الهولندي مارتن يول المدير الفني لم يتطرق بعد إلى ملف الراحلين أو اللاعبين الجدد، مؤكدا أن هناك جلسة سوف تجمعه بالهولندي في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لترتيب هذه الأمور. الأهلي يعلن استعداده لدوري المجموعات لأبطال أفريقيا. قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة مارتن يول ينتظر إجراء قرعة دوري المجموعات ببطولة أفريقيا، وذلك لتحديد أولويات الفريق في الاستعداد لهذا الدور، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك فريق سهل في البطولة، ومن ثم فإن الأهلي جاهز لأي مجموعة، وأضاف أن كل مباراة في البطولة الإفريقية تقاس بالمستوى العام والظروف المحيطة بالفريق في نفس المباراة، وهي التي تحدد إذا كان الفريق موفقاً أو يفتقد التوفيق. كانت هذه نهاية النشرة، سعدت بلقائكم وإلى اللقاء في نشرة رياضية جديدة ببوابة أخبار اليوم. كان معكم نور إبراهيم، بوابة أخبار اليوم.